طبعا اه، وخصوصا تجربتي انا كمان في الجواز يعني. يعني لان انا برضو كان شاغلني جدا من وانا صغير يعني ايه تتجوز وتبقى مسؤول عن انك تجيب عيال في العالم ده، وبعدين تطلع انت وهي مش متفاهمين او تنفصلوا وتجيب عيال تتشرد ما بينك وما بينها. دي مساله بالنسبه لي بفكر فيها من وانا عيل عندي 18 سنه، فقررت اني مش هتجوز قرار يعني. ساعدني في القرار ده بقى وفاه امي الله يرحمها في وقت مبكر قوي، كنت في اولى ثانوي وانا اكبر اخواتي. ايوه واخواتي وماتت وهي بتولد اختي الصغيره، اختي دلوقتي دي عندها بتاع 30 سنه 35 سنه. فانا ايه والدي بقى قال لي بقى يعني حسيت بالمسؤوليه كمان مع ابويا، وانك واحنا ثلاثه صبيان وثلاثه بنات. فابويا حسسني يعني ان لا ده انت لازم تشيل. وانا كان عندي هاجس كمان من وانا صغير ان ابويا وامي هيموتوا وانا صغير وانا اللي هبقى مسؤول عن اخواتي. فلما جت والدتي توفت قلت اوبا داخلين على الاب بقى، وانا اللي هشيل الليله وعندي 17 سنه. فخلاص ايه هيأت نفسي على ان لا انت بلاش بقى تتجوز. وخصوصا انا كمان تركيبه صعب عشرتي يعني، في يعني ممكن ابقى صاحب ابقى صديق، لكن جواز وحاجات طب ايه الشروط اللي انا طالبها ديت وانت ما عندكش المؤهلات للشروط دي؟ عايزها جميله وعايزها بشكل معين وبتركيبه معينه وفكر معين، وانت ما عندكش ولا معين من المعين من المعينات دي بنضاره واقرع ومش لاقي اكل وطالع عيني وبسطح على القطر. طب ايه طب الشروط دي هتتوفر لك ازاي؟ واخد بالك؟ فكنت قلت بقى خلاص بقى انت ترمي طوبة حتة انك تتجوز دي اساسا، ونسيت ابتديت انسى الموضوع ده لغايه ما قابلت امال مراتي يعني. انا متخيلها دلوقتي. ها؟ طبعا متخيلها من وصفك لشروطك. شروط صعبه جدا، وازاي هنعمل ده وازاي هنعمل. فبقى بدات بقى انا بحاجه في منتهى الغرابه انا وهي، ان احنا خدنا روتس كده وقواعد ماشيين بيها لغايه دلوقتي. اول حاجه مفيش تالت يخش بينا. حلو قوي. لا ابويا ولا ابوكي ولا امي ولا امك ولا اختي ولا اختك. ولو واحد صاحبي في يوم من الايام اقنعك واحنا زعلانين مع بعض انك ترجعي لي روح اتجوزيه، لانه عرف اقناعك اكتر مني. فاحنا مفيش تالت يخش بينا. يعني ايه خلينا احنا مع بعض. جديده دي. دي اول مبدا من مبادئ. اصلا انا مش بعمل شروط طبعا يعني، كنت بتفلسف ساعتها. لا انا بقى انا عايز اعيش ومش عايز اتسبب في ان اجيب عيل او بنت او واد يتشحططوا ما بين ام واب متطلقين. مفيش حد يتدخل بينكم. محدش يتدخل بينا.